موضوع جدا مهم جدا شيق، لكن في البداية نرحب بضيفتنا الدكتورة منال الفضلي، كاتبة وباحثة في مجال استدامة التعلم والمسؤولية المجتمعية. دكتورة منال حياك الله ومساك الله بالخير في بعد السادسة. الله يحييك أخوي عبد الله، مساكم ورد. احنا بلشنا لقاءنا قبل لا نطلع حتى على الهواء. صحيح. الأطفال دائما يحلمون، يبون مستقبل واعد، يبون يوصلون، لكن مع وجود الثورة التكنولوجية اللي قاعد نعيشها حاليا، نعم، احنا أيضا كأولياء أمور قاعد نحاتي، ما نقدر نبعدهم، وهم ما ودنا نخليهم يعني يروحون يتعمقون في الثورة التكنولوجية هذه، فشنو اللي لازم يصير؟ الموضوع هذا موضوع وايد شيق وخذ مساحة كبيرة من دراستي ومن بحوثي، وقدمت فيه أكثر من جلسة حوارية على مستوى الخليج والوطن العربي بعنوان تحديات جيل الألفية الثالثة. نعم. طبعا هذا الجيل يختلف عنا اختلاف كلي، بمعنى أنه هو فكرة إحنا كنا نستخدم الأجهزة الإلكترونية أو السمارت فونز عبارة عن أداة لعملنا لتواصلنا وغيرها من الأمور، لكن بالنسبة لهم أصبحت أداة، يعني بالنسبة لهم أسلوب حياة. نعم. وما نغفل أن التعليم الإلكتروني فرض علينا كأباء وكأولياء أمور وكمؤسسات تعليمية بضرورة استخدام هذه التطبيقات واللي هم السمارت تكنولوجي. صحيح. بطريقة أو بأخرى فأصبحت فرض وجزء من حياتنا. نعم. الآن أنك تقول أني أنا أبعدهم عن هالأجهزة هذه، أنت هني قاعد تكون عندك رؤية مثالية للحياة. هي أصبحت جزء من حياتهم. صح. وكثير من الأطفال نلاقيهم تفوقوا على أنفسهم في استخدام هذه المهارات، ولكن يجب عليك أنت كولي أمر، كمربين، كمؤسسات تعليمية، بأنك تقلل اللي هي الاحتمالات الغير جيدة في استخدامهم من خلال غرس القيم، من خلال أنك أنت تأهلهم بطريقة إسلامية صحيحة صحيحة. نعم. وقيم صحيحة ومهارات أساسية في الاستثمار الجيد في هذه الأجهزة وهذه التطبيقات. بتقول لي شلون؟ بقول لك هذا منهج طويل ومحاضرة طويلة. صحيح. نتكلم عنها، وممكن لو احنا نستعرض بعد شوي الفرق بين المواطنين الرقميين والمهاجرين الرقميين. نعم. نحن كأولياء أمور وكتربويين من الجيل السابق نعتبر مهاجرين رقميين، أما هم الجيل الحالي جيل الألفية فيعتبر مواطن رقمي. لما تقول مواطن رقمي فاللغة الأساسية اللي يتكلم عنها في هالعصر هذا هي التقنيات. نعم. أكيد. فيفترض فينا أن احنا نقنن استخدامها ونسقل مهاراتهم بحيث أن نطلع بأقل الخسائر، ويطلع لنا هالولد أو هالبنت هذه مستفيد من هالتقنيات هذه لخدمته ولصقل مهاراته ولتعليمه علوم المستقبل. بتقول لي شنو هي علوم المستقبل؟ نعم. أيضا هذا الموضوع يطول. هذا الموضوع طويل. نعم. أكيد. لكن يمكن كانت عندك رؤية دكتورة تتعلق ببناء الإنسان، ومن وجهة نظرك شنو؟ نعم. هي أهم عناصر بناء الإنسان؟ نعم. بناء الإنسان هو يعتبر الجسر أو اللي هو الجسر الوصول للتنمية المستدامة. حلو. نحن دائما خذ حيز كبير موضوع التنمية المستدامة ورؤية. صحيح. رؤية الكويت أو رؤية أي دولة حسب توقعات الأمم المتحدة وغيرها، فصارت كل دولة لها رؤيتها الخاصة. نعم. بعض الدول 2030، بعضهم 2035. صحيح. غيرهم وصلوا ل 2070. الإمارات عندهم الآن خطة رؤية ل 2070، تخيل. نعم. ف يعتمد طبعا على المهارات اللي انت تعززها فيها الانسان هذا. طيب. الانسان لا يعتبر فقط انك تعطيه علوم وتهتم في مجال مثلا صقله في العلوم وغيره. في هناك اتجاهات اخرى وجوانب اخرى يجب الاهتمام فيها، مثل الجانب الصحي، وطبعا ديرتنا مو مقصره فيها الشيء هذا، الجانب الثقافي، الجانب ايضا الرياضي، لان العقل السليم في الجسم السليم. كل هالامور هذه وغيرها الكثير هي تاهل الانسان، وايضا لا في الجانب القيم، جانب الدور اللي منظمات المجتمع المدني أيضا. نعم. للدور الإعلام أيضا في تعزيز هويته، هوية الإنسان الصحيحة، فبالتالي تتعاون كل هالجهات هذه في بناء الإنسان اللي هو الركيزة الأساسية. فبناء الإنسان هو الأساس في بناء الأوطان وليس العكس. نعم. نعم. يمكن قبل شوي أنا بس برجع على اللي قلتي، اللي هو المواطن الرقمي والمهاجر الرقمي. شنو المقصود فيهم؟ نعم. الحين عرفنا ان احنا مهاجرين. نعم. وابنائنا هم المواطنين الرقميين. بالضبط. لو نستعرض يمكن الجدول اللي بعد شوي بنعرضه اذا موجود عندكم اخواني. نعم. اللي هو العالم تشكل من 6 اجيال. الحين الجدول موجود على الجدول موجود 6 اجيال. حلو. الجيل الحالي اللي احنا قاعد نتكلم فيه اللي هو جيل الألفة. اوكي. طيب الجيل هذا مثل ما قلنا في البدايه انه هو تعتبر التقنيات الرقميه بالنسبة له أسلوب حياة. حلو.
فخليني أضرب لك إياها كمثال لي توضيح مفهوم المواطن الرقمي والمهاجر في الرقمي. جيل X جيل Y. نعم. يعني في أكثر من جيل. صحيح. حلو. صحيح. طيب لما تقول لي مواطن رقمي يعني هو ابن بيئته. يعني ابن هالديرة هذه وهي الديرة اللي نقصدها الحين. التكنولوجيا. التكنولوجيا بالضبط والرقمنة وغيرها من الأمور. طيب أنت كمهاجر رقمي تخيل معي أن أنت مثلا إنسان عربي. تبي تهاجر إلى دولة أجنبية. فبالتالي مهما عشت من السنوات وتعلمت لغة البلد ولبست مثلهم وعشت أسلوب حياتهم. أهل البلد هذه يعرفون بطريقة أو بأخرى أنك أنت لست من أبناء جلدتهم أو لست من أبناء هذا البلد. صحيح. فبالتالي مهما تعلمت هذه التقنيات أنت بالنسبة لهم مهاجر رقمي. حلو. أما هم هالأطفال جيل الألفية هذه يعتبرون مواطنين رقميين، بمعنى أنه هو إن ولد وعاش وتفاعل ومارس التقنيات الرقمية وأصبح جزء من حياته لدرجة أنه ما راح تفرق إذا هو من هذا البلد ولا مو من هذا البلد. نعم. فهو ابن هالبلد هذا البلد. ابن التكنولوجيا وابن التقنيات. صحيح. الرقمية. نعم. فالأولى فينا نحن كمؤسسات تعليمية كأولياء أمور كمربين كمهتمين في هذا النشء الجديد أن احنا نخليه يستخدم التقنيات الرقمية لتطوره. نعم. لمنفعته لصقل مهاراته بطريقة جيدة. هذه جيل الألفية. طيب احنا شفنا في الجدول. نعم. في أجيال أخرى. نعم. جيل X جيل Y شنو المقصود فيهم دكتور؟ هذه كلها شوفوا الجدول مو ظاهر أمامي يعني يا ريت. نعم. موجود على الشاشة. نعم. نعم شوفوا. نعم الجيل اللي هو جيل التراديشنال اور سايلنت جينيريشن اللي هو انولدوا من عام 27 لعام 45 يسمونهم الجيل الصامت لان فترتهم كانت فتره راكده ما كان فيها. جيل اللي هم بيبي بومرز اللي هم انولدوا من عام 46 لعام مو واضح عندي ولا انا لان بعيد الشاشه. بعيد الشاشه. نعم. المهم عندنا اللي نتكلم عنهم الان اللي هو جيل الزد وجيل الألفة لأنه هو هذا جيل الألفية اللي نتكلم عنه. حلو. وهم عادة انولدوا من 96 وأبف اللي هم ليه يعني 2015 2020 21 هذا الأجيال هو الجيل عبارة عن 35 سنة. وانتبهوا أن كل ما كان الجاب أو الفجوة ما بين ولي الأمر وما بين أبنائه تكون العمر بينهم كبير. كل ما كانت الفجوة المعرفية المهارية سلوكك نظرتك للأمور كبير. مختلفة. فلذلك كل ما كانت أقصر كان فهمك لابنك أو بنتك بشكل جيد عرفت أنك تتعامل معاهم عرفت نمط شخصيتهم ولذلك إحنا نقول إن هذا الجيل مختلف الذات عنده متضخمة. صحيح. السلوك عنده مختلف نوعا ما يعظم القيم الغربية وينظر لهم بأنهم منظار وايد عالي فبالتالي أنت لما تتكلم معاهم فيها إن لا خليك على القيم القديمة وكذي لا هو يطالع لا هذا جيل عفوا متخلف فبالتالي إحنا من خلال دراسات عرفنا أهم 10 قيم لهذا الجيل القيمة الأولى لدى هذا الجيل اللي هي الاستمتاع بالحياة فبالتالي أنت تقول له لا تستانس لا لا أهم شيء دراستك لا هو حتى الدراسة بينظر لها بطريقة استمتاع بالحياة حتى الوظيفة ساعات لما تقول له أنت لما تضيج عليه وتقول له إنه لازم تلتزم بمعايير معينة في الوظيفة هو يبي ينظر للوظيفة بطريقته الخاصة. صحيح. باستمتاع للحياة فهذا شيء جدا مهم بالنسبة لهم وهي قيمة الاستمتاع بالحياة. جميل جدا. أيضا كونك دكتورة كمستشار دولي في تطبيقات الاستدامة. نعم. ودنا نعرف شنو هي تطبيقات الاستدامة وشنو المجالات اللي يطلق من خلالها هالمفهوم هذا. نعم. تطبيقات الاستدامة هي قدرة المنظمة أو قدرة المؤسسة أو حتى أنت كشخص أنك تستمر في أداء رسالتك. حلو. بحيث أنه ما يكون لك هناك عقبات أو تحديات تواجهها وإن واجهتها فتطلع فيها بأقل الخسائر. نعم. أنا أقوم بدوري الآن بلا خلل ويكون لي أيضا رؤية مستقبلية للأجيال القادمة. تطبيقات الاستدامة هي عبارة عن استراتيجية لتقليل المخاطر وإدارة المخاطر بطريقة جيدة. جميل. كل ما كانت المنظمة لديها استمرارية في رؤيتها وفي خدماتها بطريقة جيدة واستدامتها المالية أيضا لأن المؤسسة عمرها ما راح تكمل مسيرتها إذا كان عندها قصور معين في الجانب المالي. صحيح. فبالتالي استدامة المنظمات تحقق في استدامة خدماتها واستدامتها المالية لذلك في قاعدة تقول أن 60% من بقاء هذه المؤسسة أو المنظمة من عدمها أنها تكون توفر لنفسها هذا في الاستدامة المالية أتكلم. حلو. أن تكون لها على الأقل 5 روافد مختلفة أو 5 جوانب مختلفة في
استدامتها المالية في أنها تكون لها مدخول مالي مختلف، خمس مصادر على الأقل، فهذا يؤدي إلى نجاحها واستمراريتها. طبعا تطبيقات الاستدامة لا تقتصر على المؤسسات فقط، على المنظمات الربحية الغير ربحية، القطاع الخاص وأيضا كأفراد. فلي أنا كتاب جديد في هالمجال هذا اللي هو المواطنة والمسؤولية المجتمعية، من باب أنه في هالفترة هذه كان لكثير من الأدوار المختلفة في العطاء المجتمعي والتطوعي وصقل مهارات وخبرات الناس في الكثير من العلوم اللي قدمتها على مستوى الوطن العربي. جميل جدا. يمكن الآن أيضا احنا دكتورة مقبلين على عودة الحياة المهنية الدراسية كذلك، شنو أهم الخطوات اللي تقود الشخص إلى النجاح؟ يعني حتى أبنائنا شلون بعد سنة ونص بعيدين عن مقاعد الدراسة، الآن يرجعون إن شاء الله إلى مقاعد دراسة، شلون نزرع فيهم خطوات النجاح؟ طبعا إن شاء الله نتمنى حق مؤسساتنا التعليمية، أبنائنا، بناتنا، الطلبة والطالبات بعودة حميدة آمنة إن شاء الله، وبأقل أقل الخسائر بإذن الله تعالى، والبركة طبعا في جهود الجميع. من رؤيتي الشخصية الآن هو طبعا هذا في شيء أصبح خلال أزمة كورونا، غياب أبنائنا فترة طويلة عن التعلم أو حتى بطريقة التعليم أونلاين، أصبح هناك فاقد تعليمي. الفاقد التعليمي هذا مهم جدا أن إحنا تتضافر جهودنا كمؤسسات أكاديمية وكأولياء أمور وكإعلام، بحيث أن الفاقد التعليمي هذا نزرعه في يومياتهم وأسلوب حياتهم، ونعوض ما فقدوه خلال هذه الأزمة. هناك مهارات كثيرة فقدوها. أول مهارة هي التواصل الحقيقي والمباشر. هذا التواصل الحقيقي والمباشر راح نواجهه شئنا أم أبينا خلال أيام عودتهم إلى المدارس. يتطلب منا كأولياء أمور أن احنا نكون جديين وحريصين جدا. يفترض من الإدارة التعليمية بارك الله جهودهم أنهم يكونون وقفة جادة، وأكيد عندهم خطط استباقية للتعامل مع هذه الظروف. أيضا كأولياء أمور وكمربين ومهتمين بهذا الجيل، أنا أشد على يديكم بالتعلم من خلال نموذج الـ KSA للجدارات. تقول لي شنو هالمفهوم هذا؟ اللي هو الـ K النولج، المعارف، إن احنا نمدهم بالمعارف والعلوم والعلوم الجديدة اللي مواكبة للمستقبل. أيضا الـ S skills، المهارات. كل ما شفت ابنك أو بنتك عنده مهارة معينة هو هذا المستقبل، لأن هذا راح يمثل له شغف، أسلوب حياة، وراح يتفوق على نفسه إذا إحنا قدرنا نعزز هالمهارة فيه ونجعلها هي وظيفته في المستقبل. الخطوة الأولى قلنا الـ K والـ S والـ A اللي هو الـ Attitude. الـ Attitude معناه اللي هو اتجاهاته وقيمه. الـ K الـ Knowledge والـ S الـ Skills والـ A اللي هو الـ Attitude أو اتجاهاته وقيمه في المجتمع. فبالتالي نحن كمؤسسات تعليمية، كمربين، كمهتمين، كأولياء أمور مهتمين في هذا الجيل، نعزز فيهم المهارات، نعزز فيهم المعرفة والقدرة على تعلم علوم المستقبل، وحاجة المستقبل تختلف اختلاف كلي اللي خذيناه في قبل أزمة كورونا. إذا كنا ننظر إلى الأمور بنفس نظرتنا السابقة قبل كورونا، راح نواجه نفس المخاطر، وراح تكون عندنا فجوة معرفية مهارية وفجوة حتى قيمية. فبالتالي الكي اللي قلناها اللي هي الكي النولج، والاس السكيلز، والاي الاتيتيود القيم والاتجاهات. نعم. يمكن أيضا في الفترة الماضية وأثناء الجائحة، جائحة كوفيد 19، كانت لك دكتورة ورش، دورات عمل وجلسات حوارية. شنو الهدف الرئيسي كان منها، خصوصا بأن كلها كانت تطوعا؟ صحيح. استاذي انا خبرتي في مجال التدريب والتعليم 20 سنه متواصله بفضل الله، ولقيت ان ازمه كورونا الناس كانت معنوياتها جدا نازله. فكان لي علاقات يعني الحمد لله طيبه مع اخواني في الامارات، في السعوديه، في عمان، فكان علاقات الحمد لله طيبه. حاولنا من خلالها ان احنا نعطي علومنا وما تعلمناه وإيجابيتنا وننشرها للمجتمع. فكانت الوقت اللي هو زوم والتكنولوجيا الرقمية. استثمرنا هذه التقنيات بأن احنا نعطي للمجتمع الكثير من الجلسات الحوارية اللي تعزز فيهم الإيجابية والنظرة الجيدة للحياة، وأنها ما تثبط هذه الهمة فيهم. أكيد. فتقدمنا بالكثير من الدورات التدريبية، والحمد لله الدائرة اتسعت، الدائرة
وزارة تسعد، بدينا نعطي في السعودية، في الإمارات، كثير من الدورات، وهذا اللي هو يعزز فينا مفهوم المواطنة والمسؤولية المجتمعية. إذا ما كان لك دور مجتمعي حقيقي في هالفترة هذه، فبالتالي مواطنتك ووجودك في هذه الحياة كإنسان مهتم في جانب التنمية البشرية هي مجرد لغلغة لسان. عساك على القوة دكتورة، كل شكر لك دكتورة على وجودك معنا في بعد السادسة. شكرا للدكتورة منال فضلي، الكاتبة والباحثة في مجال استدامة التعلم والمسؤولية المجتمعية. أما الآن مشاهدينا فرح ننتقل مع زميلنا عبد العزيز درويش وفقرة السينما في الويكند وآخر الأفلام المعروضة والأجواء الممتعة في دور السينما الكويتية.